السلام عليكم، والله يسعد كل اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو اللي راح نشوف كيف نعمل سيجار بحشوه فواكه البحر، يعني سبرينج رول، محشي روبيان مع كلمر وسمك ابيض. طريقته جدا سهله وبسيطه وطعمه بيطلع كتير طيب. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، ومثل دائما اخر الفيديو عندي لكم ملاحظات، لا تنسوا تسمعوها وفرجه ممتعه. لعمل وصفتي لليوم راح احتاج لهذه المكونات. عندي هنا قطع من السمك الابيض، روبيان اللي هو الكروفيت لانه حبته كبيره عندي قطعته الى قطع، كالامار سبق وسلقته، راح تشوفون مع بعض في هذا الفيديو كيف عملته. هنا عندي الفطر اللي هو الشامبينيو، انا مستخدمه المعلب قطعته الى صغير. اذا عندكم الفطر الاسود الناشف استخدمه بيطلع كتير طيب. هنا كزبره مع بقدونس، زيتون اخضر مقطع صغير، ليمون مخلل. طبعا وللتنكهه بنستخدم هنا عندي الحر الهريسه، يعني ممكن تستخدمون اي نوع حر سائل متوفر عندكم. ملعقه من معجون الطماطم انا احب احطه بيعطيني حموضه للحشوه. وهنا عندي الثوم. بالنسبه للبهارات، بابريكا اللي هي التحميره، فلفل ابيض، هذا الاصفر اللي هو بهارات السمك يعني اللقام الخاصه بالحوت، كتكون كتباع جاهزه. زنجبيل بودرة وشوي من الكمون. وايضا راح نحتاج الى صلصة الصويا اللي هي صويا صوص. انا عندي هنا اللايت، اللايت مو يعني صحية، اللايت يعني انها ملحها اقل لحتى نقدر نتحكم في كمية الملح بالوصفة. طبعا راح اضيف انا ملح زيادة. زيت الزيتون للطبخ، واخر مكون اللي هو الشعرية الصينية، هذه هي اللي هي تكون معمولة من الارز. أول شيء بديت به هو سلق الكلمر، فمثل ما انتم شايفين هنا حطيت ماء على النار، بعد ما غلي أضفت عليه فص واحد من الثوم، شوي من بهارات السمك، شوي فلفل أبيض، وأيضا رشة ملح. ثم أحط عليه قطع الكلمر وأغليه لمدة دقيقتين فقط، إنه هو بيغسى معنا بسرعة. أنا بعمل هذه الحركة لأنه ما أحب الريحة القوية اللي يعملها الكلمر بالحشوة، فلما نسلقه شوي بتزل مني هذه الريحة. قبل ما أبتدي أعمل الحشوة أحب أنقع الشعرية، هي لانه حجمها كبير ما تسع عندي في هذه العلبة، افضل اقسمها على اثنين يعني كده. ثم اجيب هنا الماء المغلي واسكبه عليها حتى اغطيها، احط هذه عليها واخليها شوي، هي بتاخذ معنا من 5 إلى 6 دقائق في النقع. هذه الشعرية بعد ما انتقعت لمدة 5 دقائق وصفيتها. انا احتمال ما استخدمها كلها، فالان قطعها بهذا الشكل، مهم جدا نقطعها لحتى لما نكون بنحشي القطع ما تفضل عندنا الشعرية جدا طويلة ويكون صعب علينا نفكها من بعد. طبعا نقطعها لحتى تصير معنا زي كده، لما نشيلها بتفك من بعد كده، بتكون عندنا سهل نستخدمها بالحشو. ثم الان راح نبتدي عمل الحشوة. فانا هنا حطيت مقلاة على النار، مثل ما انتم شايفين انا حاطة مقلاة كبيرة، اذا حبيتم ممكن تستخدمون طنجرة. في البداية احط فيها شوي زيت الزيتون والثوم، اقلي في البداية الثوم شوي، طبعا ما نخليه لحتى ياخذ معنا لونه يتحمر. ثم ننزل الفطر، طبعا الفطر بيكون معنا فيه شوي ماء، فبتشوفوه جالس ينط يبين لانه المقلات الان كثير سخنة. بعدين راح ننزل معجون الطماطم، ننزل الزيتون، الليمون، هذا الحر، كزبرة والبقدونس انزل نصهم ونحرك. ثم الان اضيف عليهم هذه البهارات كلها، نحركها شوي لحتى تتحمص. هذه هي هذه المكونات بعد ما تخلت عندي. مثل ما سبق وذكرت هذه طريقتي، فالان شو راح اعمل؟ النار عندي عاليه اكثر من المتوسط، ارجع احط شوي زيت هنا بس شوي، احط السمك. لازم النار عندنا تكون كتير عالية لحتى ما يطلع لنا ماء من السمك والروبيان، اوكي؟ انا احب اطبخهم
هذه المكونات لحتى يطلعوا منكهين. زي ما انتم شايفين هنا انا السمك ينطبخ عندي وما عندي ماء بالمقلاة، هذا اهم شيء، لانه اذا طلع لكم ماء بالاخير تحتاجون تصفوه، وهذا اللي تصفوه خلاصة السمك وخلاصة الروبيان، يعني هو الطعم. زي كده اخليها شوي، اعطي فرصة للسمك والكروفيت والروبيان اللي تحت لحتى ينضجوا، بعدين احركها. احرك نفس الشيء، بعد ما حركتها قلبتها كلها ارجع اخليها طبقة واحدة لحتى ينطبخ عندي، لانه كل ما حركته كثير بيطلع معكم ماء بالحشوة. في هذه المرحلة راح اضيف الكالمار، اقلب، بعد ما شفت انه هذه الاسماك قربت تنضج الان راح اضيف صلصة الصويا. طبعا الحشوة محتاجة معايا ملح زيادة، لهذا راح اضيفه الان. بس نشوف انه الروبيان الكروفيت والسمك ما عاد عندنا لونه شفاف، يعني خلاص طاب، انه هما ما ياخذون وقت كتير بالطبخ. لهذا مثل ما سبق وذكرت انا احب اطبخهم مع الحشوة. الان راح اضيف الشعرية، انا احتمال ما استخدمها كلها لانه ابغى روبيان وسمك يكون اكثر بالحشوة، ونحرك على نار هادية. طبعا لما تستخدمون طنجرة عميقة يكون اسهل بالتحريك، انا ما عندي طناجر كبار، كل طناجرة 20 سنتي، فهذه هي بس اللي كبيرة عندي استخدمتها. خلص انا راح احرك هذه على النار تقريبا دقيقتين لحتى تتشرب هذه الشعرية من نكهة الحشوة اللي سبق وعملنا. خلاص يا حلوين، هذه الان طفيت عليها النار، راح استنى عليها حتى تبرد تماما ثم نبتدي حشوة الاصابع. انا هنا مستخدم عجينة الجلاج اللي هي الفيلو، طبعا هي بتنباع مجمدة، فاول شيء قبل يوم اطلعها من المجمد واخليها بالثلاجة فقط تحت، يعني بتذوب وهي داخل الثلاجة. ما راح استخدم العلبة كلها، فراح اخذ الكمية اللي احتاجها والباقي ضروري ارجع الفه في الكيس كتير منيح واحفظه عندي بالثلاجة. طبعا هذه العجينة مثل ما انتم شايفين صراحة بعد الاوقات بيطلع فيها اجزاء مكسرة واجزاء بتكون ناشفة عادي زي ما هي كده، فانا هنا هذه الكمية اللي راح اعمل، فمثل ما انتم شايفين عندي فيها كتير نشا. طبعا اول شيء راح اقسم الورقة الى قسمين لحتى اعمل حجم كبير شوي. في البداية اخذ فرشاة زي كده نظيفة واشيل النشا اللي بيكون موجودة على الورقة، ثم احطها على الصينية وادهنها بطبقة من الزيت مثل ما انتم شايفين. طبعا هذه الخطوة بعملها بين كل ورقات الجلاش لحتى اجهز كل الكمية. انا احب ادهنها بالزيت بالبداية لانه الجلاش بينشف معنا بسرعة ويتكسر، بهذه الطريقة اجلس اشتغل على راحتي. بعد ما جهزت الجلاش كله الان راح ابتدي الحشوة. للحشوة استخدم ورقتين فوق بعض، فزي كده اخذ ورقتين ثم اعمل حشوة بالوسط. انا احب اكثر الحشوة، طبعا هذا شيء اختياري. اطوي الطرفين في هذا الشكل ثم الف الصباع، الموضوع جدا سهل وبسيط. خلاص بعد ما جهزتهم قبل ما ادخلها الفرن ادهن عليها طبقة من الزيت، المدة ما هي محددة على حسب الفرن وايضا كيف بتحبوها محمرة. خلاص يا حلوين، هذا هو السيجارة والاصابع والسبرينج رول بعد ما جهزت معي وطلعتها من الفرن. طبختها من تحت في البداية وبعدين طفيت عليها وشغلت من فوق لحتى اتحمرت. كم المدة صراحة ما هي محددة على حسب نوع الفرن، المهم خلوها تتحمر للدرجة اللي انتو تحبوا. بالنسبة للطعم طعمها بيطلع كتير طيب، فيها كده لسعة حرورة. عموما هذا الصنف كلما كان طعمه احر وسخن كلما كان اطيب.
اهم ملاحظه عندي هي بخصوص عجينه الفيلو او الجلاش. للبنات اللي ممكن يسالوني، انا استخدمت ماركه السنبله. في بنات سالوني امل، نحن لما نعمل بها المعجنات ما بتكون معنا بقرمشه، بتكون طريه. عجينه الجلاش او الفيلو في المعجنات، هذه اسمها معجنات ولا ما معجنات؟ المهم في السيجار للمعجنات بيكون فيها عجين، حتى هذه عجين. المهم لما تعملون منها سيجار او اي صنف، حاولوا تستهلكوها بعد ما تطلع من الفرن فترة. فانا مثلا طبختها، في ناس يقولوا لي مو طبخ، خبز. اوكي انا خبزتها، بعدين استنيت عليها كده 10 دقائق، بردت بس شوي، ثم حطيتها على السفرة وأدن المغرب وأكلناها، وكانت كتير 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 مقرمشة. يعني لا تخلوها تبرد. بالنسبة للحشوة، إذا ما توفر عندكم سمك أبيض مع كلامر مع روبيان، ممكن تستخدمون أي واحد فيهم متوفر عندكم. إذا ما في ولا واحد فيهم، ممكن تستخدمون التونة فقط، حتى هي تطلع كتير طيبة هذه الوصفة. تعملون نفس الطريقة. بالنسبة للخضار، في اللي يحط فيها بصلة أثناء تقلية الماشروم الفطر، وفي كمان اللي يحط فيها قطعة صغيرة من الفلفل الملون، يعني قطعة مرة صغيرة حتى هي ممكن. طبعا ممكن تضيفون إضافات على حسب ذوقكم. بالنسبة للحشوة، مثل ما شفتوا أنا عملت كمية كبيرة، لأنه ما أحب أرجع أعمل نفس الحشوة مرة ثانية، فأعملها بزيادة وأحفظها بالمجمد اليوم اللي أحتاجها أطلعها، ويكون عندي نفس الحشوة جاهزة. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طلع عندكم بالشاشة الان بعد الوصفات اللي سبق ونزلتها. اذا عجبتكم اضغطوا على الصورة ويفتح الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.